معلش ثانية أشوف الباب. فريد أنت كويس؟ سارة اتفضلي. شكلك جيت في وقت مش مناسب، شكلك مش فاضي، بجيلك فاضي. مش مناسب إيه؟ تعالي تعالي اقعدي. سارة ازيك؟ أهلا. أنا شفت الفيديو قلت لازم أبقى جنبك دلوقتي. بصراحة خايفة اللي حصل ده يكون بسببك. بسببك إزاي يعني؟ مش وقت الفرد، بس أنا متأكدة إن أنت عمرك ما هتعمل كده. أنا عمل كده شخص عايز يأذيك. أنت عمرك ما هتبقى مهمل للدرجة دي، أنا متأكدة وعارفاك كويس أوي. مريم برضه شاكة في كده. عموما هنبص على الكاميرات ونشوف لو في أي حاجة غريبة حصلت. طيب طالما مريم شاكة في كده يبقى أنا بقول الكلام اتكرر قبل كده وملوش أي لازمة إني أقوله دلوقتي. بقيتوا صحاب بسرعة الفترة اللي فاتت. بيتهيألي أي حد يتشارك بصداقة فريد. وبعدين ده شغلي كده كده. بالظبط. احنا عايزين نلاقي حل للمشكله اللي احنا فيها. ماشي، ايه البلان اللي معلش يا جماعه انا هقاطعكم. بس الوقت مش في صالحنا. واهم حاجه في الكرايسيس مانجمنت هو احترام عنصر الوقت. صح. طيب بسيبكم انا تحترموا عنصر الوقت براحتكم عشان ما اعطلكمش. سمينا ايه؟ استنى. هننزل مع بعض نبص على الكاميرا. في ايه؟ يلا. يلا يا مريم. اتفضل يا مريم.